واش الدراري معكم عمر مسالي فيديو جديد. المهم الخوت هذا الفيديو هذا غيكون سبيسيال. علاش سبيسيال؟ حيت حنا اصلا شنو معروف علينا من غير سبيسيال. المهم الخوت من بعد ما شفت الملايين ديال الكليبات اللي كاينين في الزنقه وبطبيعه الحال انا ما نقدرش نتعاون معاهم كلهم بوحدي الا ما عاونتونيش نتوما. المشكل اللي كيكون في هذه الكليبات هما تيكونوا انهم كيخافوا حيت ديما كيتعرضوا للضرب ديما كيتعرضوا للعنف. داكشي علاش اغلبيه ديالهم ما كيثيقوش في بنادم. دونك من هذه الفكره هذه جاني واحد الكونسيبت اللي غادي يكون جديد ان شاء الله واللي اول مره غادي يدار في المغرب هذا المحتوى ديال الحيوانات. وهذه الفكره الخوت بطبيعه الحال الا نتوما قبلتوا عليا نديرها ما قبلتوش نتوما تعرفوا احسن مني. والفكره الخوت غادي نحاول نجيب واحد الكليب من الزنقه عندي للدار ونحاول نخليه يعيش واحد اليوم اللي ملكي. سلم 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 ايه وسلم نوليو صحاب. فوالا بون شيان زين سا سي بيان وي. المهم الخوت هاد الكليب ديال الزنقه اللي كتشوفوا دابا باينه فيه الكئيب باينه فيه ما عنده الخاطر حتى شي حاجه ولكن حنايا الخوت غادي نبدلوا له المورال غنلعبوا له العقليه غنخليوه مهزوز. المهم الخوت كيما شفتوا انا غادي نوريكم دابا الكليب اللي قدرت نجيب من الزنقه وبطبيعه الحال غتشوفوا البلاصه اللي جيتو منها. دونك كاينين اكثر من 30 كلب كنظن او 40 كلب اللي كاين تما بزاف ديال الكلاب. ما نقدرش نجيب كلشي وحتى الا بغيت نتعاون مع الكليبات ما غاديش نقدر نتعاون انا معاهم. الا عجبكم بحال الكونسيبت هذا انا نشرح لكم شنو هو الكونسيبت. هي غادي نبقى نحاول نجيب كليبات من الزنقه نجيبهم عندي للدار ونحاول نخليهم يدوزوا معنا واحد اليوم اللي ملكي ديال بصح عمرو يتنسى ليهم. تحمك تحمك فاش حمك فاش حمك فاش حمك. الخوت بطبيعه الحال من بعد ما شفتو شحال من كلب كاين في الزنقه دونك داكشي علاش الخوت طاحت عليا واحد الفكره. كما شفتو الفيديو ديال سوزانا وكاين الفيديو قبل منه ديال الهاسكي وكاين فيديو قبل منه اللي قدرنا نتعاونوا معاه مع الكلاب الضاله. دونك هذا الكونسيبت هذا الخوت كان عندي من قبل ولكن ماشي بهذه الفكره اللي طاحت عليا دابا. غادي نخلي لكم الكون باي بال ديالي لتحت واللي بغى يحضر معايا في هذه الفيديوهات ولا اللي بغى يكون معايا في هذه الفيديوهات ما يخسر والو غير يكون طاقتيني في انستغرام وصيفط ليا الادريس ديالو انا نجي حتى لعندو نجيبو عندي للدار. ولا بغيتو الدراري ندير واحد الميتينغ ونمشيو ندورو على الكليبات ديال الزنقه حتى هي ما عنديش مشكل. خوت بطبيعه الحال كلكم كتعرفوا الكليبه اللي كنا جبنا شحال هذه سوزانا سوزانا انتما اللي سميتوها. دونك حتى هنايا بغيتكم تختاروا لي شي اسم هي لهذ الكليبه هذه. بحال هاد الكليبات ما كنبغيش نسميهم انايا حيت هادشي كامل ديالكم دونك انتما اللي غتسميو لي فهاد فهاد الحاله هذه. ما عرفتش ما نقول لكم انايا ما عرفتش من نسميها اصلا. شوف لا لاحظت واحد الحاجه اطلعوني بالنسبه لهاد الفيديوهات ديال المساعده او ديال الانقاذ هما فيديوهات انا كنصورهم كنبان لكم موتيفي ديال بصح كيعجبني نصور بحال هاد الفيديوهات هادو. دونك الخوت حتى نتوما بغيتكم تموتيفيوني باش نزيدو في هاد الدومين ديال هاد او ماشي دومين هاد الكونسيبت هذا بغيت نزيد في هاد الكونسيبت ديال يوم ملكي او ديال الانقاذ. دونك هادي غدوز معنا يوم ملكي ديال بصح وانتوما اللي غتشوفوا هادشي كامل بعينيكم وتبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تفهموا بزاف ديال الحوايج.
نو 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 ما تخافيش ما تخافيش ايش ايش نو شوفي ما عندك مناش تخافي هاديك صافي بيان زيدي بخافك زيدي وي صافي بيان باكر؟ نعم شو لك فادي على تاني؟ شو؟ ما عادي لك شي صعب لا ما خندوه بزيادة لا ما خندوه باكر شو لو بغينا شي فيديو بحلوكة دي الأعمال دي الإنقاذ ولا دي الحلوكة شوفوا في التاندونس أخي يمكن شوفوا وش بحلت شي في التاندونس شو كنت شوف في التاندونس؟ ما خلينا بلا ما خندوه بزيادة ما بلا ما تشري خضر باين شو كنت شوفوا في التاندونس مو ناعي ما كدوش لي الولدة الخوت من بعد التدويشه اللي درنا ليها عرفتي شنو ولات فيها واحد الريحه يا سلام وحق الرب حتى واحد الريحه ولات فيها واعر هاي دابا مشات لهي الشميشه وتشمش باش تنشف المهم خليوها بما نشفات عاوتاني نوريكم لي طاب اللي غنديروا ليها الثانيه من بعد دوشناي نظركم شنو غيكون معاه ساهم تانا الحالي بحالكم ازيونات اجي هاديك نشفي ليا مع راسك خدي راحتك شوفي مازال ما لقيت سميه نعيط لك بها الدراري سميه في الفيديو الثاني غتبان لكم سميتها واه والزيونات شوفي هاديك ها وتواضعي واه سمعي خدي راحتك شوفي سطحكم خدي راحتك مكاينش مشكل ديري اللي بغيتي صافي انتي اليوم هي الملكه ديالنا عيشي خودي اللي بغيتي ديري دراري واش كاين هادشي اللي تنقول له ولا ما كاينش راه بانت ليا الكذبه بحال اللي كتحشم واش نبقاو نعرضو عليه ولا اش والله تا كتحشم الخوجه ديالي شحال انا مال المهم الخوت من بعد ما سالينا لها الدوش دابا غندوزو نداويوها في البلايص اللي فيهم الترابي باش بحال هكا يبرعو ينوض فيهم الزغب نو متخافش متخافيش مسكينة ما قايلة فيك يحرقها ماشي ماشي كاينة فيها هنا هاهي شوف شوف مسكينة عاوتاني كيحميها لا قلت يا بنهار ديالك هذا اليوم تعيش الملكية احسن يوم ما تحسنيش عليه واه
والو. المهم اخوت كما كتشوفوا او واحد الملاحظه كتبان ليا تقريبا مسكينه شابة عصا ديال بصح نو انجي شابة عصا ديال بصح يعني اللي داز كيضربها اللي داز يجري عليها ما فهمتش الناس انا شنو كيبغي يوصلوا بهذه الفكره ديال كيبان لك الفزان كتشدو كتضربو علاش غتضربو ما خسر والو الا بعدتي منه اصاحبي تقدر دير معاه زوين واحد الحاجه الا ما عندكش مع الكلب غدير معاه زوين وغدير فيه واحد الخير شنو هو الخير اللي غدير فيه هو غتشوف داك الكلب وغتبعد منه غدير راسك ماشي والو شنو غتخسر ما غتخسر والو اصاحبي بالعكس غدير زوين مع الكلب غدير زوين مع بنادم غدير زوين مع ربي واش كاين اكثر من هادشي اصاحبي دونك صافي بان لك الكلب بحال هكاك ما عندكش معاه دوس دير راسك ماشيش سير الله ما يدير اصاحبي خوت ما معني ما نقول الله يهدي ما خلق وصافي وبالنسبه للناس اللي كيتهلاو في الكليبات وهاد القطار ديال الزنقه راه كنشوفكم واحد واحد وخصوصا الناس اللي كيديروا ستوريات وكيطاقوني في انستغرام راه كندوزهم كاملين وكنشوف دوك الاعمال الخيريه اللي كديروا كنبغي نشكركم واحد واحد ويتوب عليكم ديال بصح المهم الخوت نكملوا مع الكليبه هذه راي نعسات مسكينه اللي انا نوري عليكم شوف خوت فين الناس تاع القطره حتى مسكينه في الدار هنا ما عجبتها ودوشت ليها باينه فيها القطره حتى والله دونك الخوت من الصباح حنا كنلعب معها كلبه جونتي ظريفه يعني ماشي شي واحد اغريسيف اللي يقدر يضربها بنادم ولا شي حاجه الله يهديهم خلقوا صافي المهم الخوت ما علينا باش ما نطولش لكم الهضره شنو باقي لنا بكر دابا نديوهم نديروا ليه الدواء احسب لي باقا فيها ومن مور الدواء ديك الساعه دازو القص المهم الخوت كما كتشوفوا راه لاصقه فيها واحد الكراده وهاد الكراد ديما الخوت كنصحكم تحضيو منه هاد الكراد الخوت كيجي من الرمله من الوسخ واغلبيه ديال الاوقات كيكون في الصيف دونك داكشي علاش الخوت بقاو تحضيو الكليبات ديالكم في هاد الفتره وراه غالبا الخوت راه تيكون غير في جهه العنق وفي الرجلين التحت نو صافي شوف لا المهم الخوت ما عجباش هاد الديكور هذا دونك ما بغيناش نفورسيو عليها وكانت الكليبه ديالي كون فورسيت عليها دونك خليوها باقا ما تايقاش مزيان ما نفورسيوش عليها اول حاجه يقدر يكون داك الدواء كيحرقها ثاني حاجه الكليبات اصلا ما عندهمش مع الماء خصوصا ديال الزنقه حيت كيكونوا ما مولفينوش دونك الخوت ندوزو لحاجه اخرى ونخليو هاد المرحله هي الاخرى المهم الخوت دابا جا وقت ديال الماكله اجي تشوفوا شنو غنعطيوها تاكل وهي تختار اللي بغات دونك ما غنعطيوهاش غير وجبه وحده غنعطيوها شحال بكره نعطيو من وحده ثلاثه الاولى شنو فيها الاولى الخوت غنعطيوها الكروكيت الثانيه غنعطيوها البيض يعني تقوت شويه مع راساتها ثالثه فيها الباطي نعطيوها اللحم بلا ما تلومني راه داكشي اللي في راسي غادي نديرو ما غرجعش خطوات للور باش ما نعاودش من الزيرو Don't blame me علقت وخليتهم كيسينو في بلايصهم قريب تقداو الحق هذا من البلاي ستور ما كاين لا لاقا لا والو كيتعاندو في الخاوي كلهم باغي الخليص وانا كامل باليش فوالا كي دقيت انا حتى دابا نشوف حتى دابا باش نعاود لهم كازي لا ماما ها تهلا عليا فراسك تهلا عليا فراسك شوفي عيش لا ما تلومني راه داكشي اللي في راسي غادي نديرو ما غرجعش خطوات للور باش ما نعاودش من الزيرو Don't blame me baby Yeah Don't blame me Oh no لشيني ساكريفيت حياتي وقتي اللي كيضيع لشيني كنريسكي فراس الدرب وقف وكنبيع كنبيع Don't blame me
هي رجعت الكروكيت الخوت كما كتشوفوا، بعدات من الحم ورجعت للكروكيت او البطاطي ورجعت للكروكيت. كما كتشوفوا الخوت هي جالسه كتاكل وجالسه كتختار اللي بغات، دونك هي عندها الحق تختار اللي بغات، خليها تختار اللي بغات. وتبارك الله راه باليا جالسه كتاكل حيت فيها الجوع ديال بصح. المهم الخوت نخليو تاكل في خاطر بلا ما نبرسطوها في التصوير ولا شي حاجه، دونك خليها تاكل حتى نرجعوا ليها. انا نهبط لك حتى تاكل على خاطرها ونجي عندها عاوتاني. المهم الخوت كما كتشوفوا من بعد ما الكليبه شبعات هي جات حدايا هنايا وخلات الماكله تما وجات هنا كتشوف في ديك اللعيبه ديال واش باقي شي حاجه. الصراحه الخوت ما عنديش ايدي باش نقدر نعاونها دابا، ولكن نخليوها ترتاح ولا نخرجوا ليها بابلو نشوفوا ردة الفعل ديالها هي كيفاش غادي تتعامل مع بابلو. سميه ما تنساوش لي سميه الله يحفظكم، سميه ضروري كنأكد لكم من السميه. انجي وانجي سلم 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 وي سا سي بيان فوالا. ايه سلم 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 علي سلم 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 ايه سلم وي بون شيان الاخوات. والله حتى الكلب هذه ما هذه بالرجوله الدريساج من الصغر ما كاين حتى شي حاجه. اش بان لكم نخليها نخليها ناضيه ما عرفتش. المهم حتى تقولوا لي الراي ديالكم. المهم الخوت بما ان الكونسيبت ديال الفيديو هو ان الكليبه تعيش معنا واحد اليوم ملكي، طاحت عليا واحد الفكره علاش ما نديوهاش معنا حتى هي للبحر وتبدل الجو. المهم خليكم معنا. يلا تمشي معنا يلا. المهم الخوت كنبغي نلونسي لكم واحد التحدي، الى لقيت الدعم ديالكم ديال بصح يعني لا ماديا لا معنويا كما قلت لكم راه خليت لكم الكونت ديال باي بال ديالي لتحت، الى لقيت الدعم فريمون ديال بصح نتحداكم دوك 30 كلب او 40 كلب راه بحال والو نقدر نجيبهم كامل عندي هنايا للدار. اش بان لكم في التحدي هذا؟ المهم الخوت باش ما نطولش عليكم نكونوا بحال هكا وصلنا للنهايه ديال الفيديو. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش واحد جيمو كومونتير، وبالنسبة للناس لأول مرة غادي يشوفوني ما ينساوش أبوني باش ديما تبقى توصل بالجديد. كان معكم عمر مساري، تهلا.